جنرال غريب، برنامج غريب. لا اذا ما اخذ الكويت المركز الاول يصير اول مره في الخليج. برنامج غريب، برنامج بيصير فيه جنرال شيء غير متوقع. انا عندي سؤال، انا عندي سؤال لكم، عندي سؤال عشان بنختم. احنا نقاش عام بيض الله وجهكم فيه وسحبنا فيه بالحديث، وهذه نقطه مهمه انا لاول مره بتكلم فيها. الان على مدى البرامج او الادارات في قناه الواقع، برنامج يضحى فيه لتنميه البرنامج اللي بعده، مثل ما حصل مع جنتل في دقيقة. سكريبت كان توهج، جنتل كان في إهمال من الإدارة ومحاولة من أشخاص خارج البرنامج خرجوا من البرنامج اللي قبله لإسقاط هالبرنامج لتحقيق نجاحاتهم الشخصية، ونجح البرنامج وكان هدف عكسي عليهم. بعدها تهيت من جنتل إلى البزنس وشفنا التوهج اللي فيه. بعدها جاء سكريبت الآن والظروف اللي يمر فيها، وفي النهايات الآن الإهمال من الإدارة لتعزيز البرنامج اللي بعد سكريبت. ليش الدوامة؟ أنا لو أنا متسابق بقدم على البرنامج اللي بعد سكريبت الآن، لكن البرنامج اللي بعده ما راح أقدم عليه. والله أنت صادق. ضرب يرتفع الرتم، ضرب ويرتفع الرتم. يعني تتوقع؟ وش السبب يا محمد مصر؟ السبب تغيير، تغيير سلاح ذو حدين. إيه. في النهاية الإدارة تقيم آخر البرنامج. صالح أبو صالح الله يعطيه الصحة والعافية. أرحب. من ذا؟ سلام تعال. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا جابر خبيحة. جابر. بسم الله عليكم ورحمة الله. أرحب ما شاء الله. جابر. طيب. كم من نقطتك؟ إيه. أبو صالح الله يعطيه العافية. عنده نظام التارجت. يعطيك الصلاحيات كاملة. لا يتدخل في عملك. أول مرة يتدخل في إيقافنا ما أدري ليش لحد الآن. لحد الآن أنا ما أدري شو السالفة، لكن كلمة الحق تقال. أبو صالح يعطيك كل الصلاحيات. سوي اللي أنت بي، مشرف، مدير تنفيذي، ترى مدير تنفيذي الآن مثل المشرف، صالح الحسين مثل، كان مثل سامي مثل، اللهم بس تغير المسمى وهو المسؤول عن حلو عن, عن حلو كل شيء. حلو. يقيم في النهاية عنده تارجت نحققه، حب وكرامة، أعطاك الفرصة، لكن أبو صالح ما يعطي فرصة مرتين، مرة يعطيك إياها، فشلت توكل على الله مهما كان اسمك، تغيير يأتي، هذا سبب التغيير. ولكن في النهاية لازم، أنا متى أسوق طيب أبدأ؟ عندي برنامج أنا، متى أسوق؟ لا ما أتكلم عن مسألة تسويق. لا أنا لازم أتكلم عن إهمال إدارة في النسخة من ناحية القرارات، من ناحية يا زين جنتل، عند النسخة دي أنا أشوف يا زين جنتل، جنتل كان جنة عند النسخة هذه، من ناحية التعامل، من ناحية الإهمال، من ناحية أشياء كثيرة. محمد عيسى محمد يربط أنفاسه في النقطة هذه. اسمع، جنتل لا يقارن بالفشل، جنتل يقارن بالنجاح. نعم. هذه نقطة مهمة. لا يقارن بالفشل بعد النجاح. أسلم. بالنسبة لجنتل، الشباب اللي فيه نجوم حقيقيين، المتسابقين اللي كانوا في جنتل نجوم حقيقيين، شالوا الشهر الأخير من النسخة وسووها قصة جديدة. رشيد. وللعلم جنتل أكثر إيراد مادي على القناة، خلونا واضحين. أما وجهة نظري ليش نسخة قوية والنسخة اللي بعدها أضعف والعكس، هنا السؤال. عدم التعامل الجيد مع الميزانية المالية. يا سلام. الإدارة تحقق إيراد كبير من كبير. من من النسخة هذه تصرف كله. عز الله. أبو صالح يروح للسوق ويشتري كل ما يخطر على باله. انياق على جيب شاص، على جيكسر، على لوكيشنات، على خطبة، على لوكيشنات، على يجي النسخة اللي بعدها اليوم ما معه ولا حاجة. زد بدأ مشوها يا عيال، مشوها يا عيال، تكفون يا عيال. كمل هذا النقطة اللي بيها. أنا أعتقد إن الصرف المادي الإدارة المالية دكت الإدارة مضبوط. الإدارة المالية من البزنس واحد أو من قبل البزنس واحد، ترى البرنامج اللي قبل البزنس واحد ترى كان فيه ذبذبة كبيرة ماديا ومحتوى. أنا يعني أشكر ذاك الفترة يعني الأستاذ ناصر الغامدي شال البرنامج. فأنا أشوف نسخة إيه ونسخة لا وفوق تحت راجع للصرف المادي. الإدارة. للإدارة في صرفها المادي. كم قفلت وقف أنتم؟ طيب. ها؟ كم قفلت وقف عبد الله؟ طيب. قفل الجمهور بيض الله وجهه وقفين. يا ساتر. وقف قفلوه في 72 يوم ووقف قفلوه في 3 أسابيع. يا رجال. يا رب الكعبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب هنا السؤال، أنا كيف عشان يكون فيه استدامة في البرامج الواقعية؟ وترى الإشكالية هذه بجيك في السؤال، أنا بسألك أنا هذا السؤال. البرامج القنوات كلها، القنوات الواقعية. تبغى صالح يفصلني؟ لا لا. طرف. حنا نضع النقط على الحروف. إيه ما عندنا مشكلة. هذه مشكلة إشكالية ممكن. حنا نضعك على الخط. نعم. هذه مشكلة ممكن تجعل البرامج الواقعية يوم الأيام يقول استسلام. أختصر ودف. عليك يا عبد الله. وش الحل؟ الله. وش الحل؟ الحل. أنا رجل إداري ولي في الإدارة وعندي دبلومات إدارية وعندي دورات إدارية. طيب. ولا راح أتفلسف عليكم. الإدارة ما عمر إدارة في أي مشروع سوت خطة سنوية.
الإدارات تعمل خطط أقل شيء ربع سنوي، تحاسب على الربع السنوي وتسوي خطط لمدة 3 سنوات. قناة الواقع مفروض يكون في اجتماعها عندهم 4 أو 6 برامج شغالين عليها، يعني ما يجي نسخة وفي وسطها يقول أنا وش أسوي برنامج الجاي، كيف أسويه، من أجيب، لا، سوي لك ملف على 6 نسخ قادمة على مدى 3 سنوات، نسخ رسمية 6، توزع ميزانيتك عليها وتوزع مدخولاتك ورعاياتك إلى آخره. لكن الإدارة هنا تتعامل مع الموضوع شغل فترة 3 شهور، الشغل المرحلي هذا هو اللي حتواجه فيه عقوبات وعوائق ومصائب ومشاكل. ممكن نسخة يرزقك الله ب4 رعاة 5 رعاة يشيلون لك الليلة، النسخة اللي بعدها ما تكون رتبت مع غيرهم وراحوا التزموا مع غيرك بعقود أخرى، فما تلقى قدامك ولا راعي، صح، فتقعد تدور الناس ما حد يرد عليك أو يرد عليك ويحط نسبة تضيق عليك أنت الخناق فما تتفق أنت. يعني أنت تقول الرعاة لهم دور، الرعاة، الأوقاف، إلى آخره. طيب، خذ على مدى طويل. طيب، في أبو حزام بسك في نقطة الآن، ليش ما يكون في البرامج الواقعية؟ خلينا نرجع مثلا نقيسها بالرياضة، كانت الأندية تعتمد على الرعايات مثل ما قال عبد الله، كانت تعتمد على الرعايات. نادي الهلال أنشأ شركة خاصة في نادي الهلال، مدخولها يكون للنادي عشان يكون في قاعدة ما أعتمد على رعايات أو غيره. ليش ما يكون في البرامج الواقعية مثل قناة الواقع أو القناة المنافسة يكون في قاعدة مالية، أسوي شركة هذه ما لها دخل في البرنامج؟ لأن اللي نشوفه الآن في البرامج اعتماد على الحصانات، على التصويت في النهائي لدعم البرنامج اللي بعده، فقط رعايات. حلو، ليش ما يكون في استثمار خارج القناة، استثمار ثابت لرواتب الموظفين عشان يكون في استقرار إداري، الجوائز عادة أقدر أطلعها من البرنامج نفسه، لكن عشان يكون استقرار إداري ومقدمين كرواتب وكاستقرار طاقم، ليش ما يكون في عمل هنا؟ ليش الثغرة هذه موجودة أبو حسام؟ أولاً منقية، خلونا الله يوفقه وصال، خلونا نتفق أن الإعلام محرقة. يعني أنت تدخل المنافسة في الإعلام أعرف أن الربح أصلاً ما صوبك ربح، والدليل أن أتحدى أحد يفتح قناة واقعية، أتحدى أنا أتحدى الآن واحد يفتح قناة على نايلسات، لا تروح لي سيلسات وعربسات تفحط، أتحدى أي واحد يفتح الآن قناة في النايلسات وينافس في عبية كبر ولا صغر، عبية هذه مثل على فكرة اللي متشابه بيض الصعب نشوف نسمع بولا نشوفه الصعب وشو الصعب طائر اللي يقولون الصعوة هذا طائر يجيك أصلاً طائر مهاجر يجيك أصبر منك يجيك عقد أصبر منهم إيه صادق دقيقة لحظة إدراك ولا ما تطلعون باصل إلا قالكم بيحان طعوا باصل لحظة إدراك أسلم كمل أنا أقول الإعلام محرق الأموال ما فيها كلام قناة الواقع عندها ملاءة مالية عندها موقع ثابت كانت من أول تستاجر استراحات أو منتجعات كبيرة مكلفة جدا سكريبت واحد لو تطلعون على القوائم المالية اللي صرفت فيه يعني تقول وش هذا كيف يا رب حصرا ولا كيف وش اللي حاده وش يبي ذا يا مسلمين لا لكن الآن مقر ثابت مقر البزنس ثابت مقر سكريبت ثابت مقر حتى جنت لو تبي بعد يثبت المقر مسرح أكاديمي قوي الآن مقطع واردك يا سالم بنية تحتية نعم بما أنك يعني تمون على الشيخ على ما يقولون أنا قدمت لهم مقترح اللي هو بطريقة الدعابة اللي هو عنده مساحة كبيرة هنا فاضية والقدية قريب قلت أبو صالح فرما تسويها غرف عمال وتجي لها والله فيها إيراد قوي جدا والله يعطيك عافية تحلك والله جدا فلن تجي لها هذا اللي قدرت عليه يبي يسرق أبو صالح كمل فكرتك أنا بس أكمل فكرتي عندها بنية تحتية قوية يا رجل حتى المكيفات المركزية الدكت أنا شوفنا يعني أصلاً عبث يعني حتى استخدامه ما احنا بحاجتها كان عندنا المكيفات الواقفة الثلاجات وماشي هالأمور أنا أقول الشيء اللي تعرضت للقناة هو اللي سبب اللخبطة دي اللي هو التوقف في شهرين وأخيرة لخبط جميع الأوراق لذلك قبل رواتب المقدمين قبل الإيقاف 450,000 أنت مدرك 450,000 ما في قناة في العالم تصرفها خلني ما أقول في العالم في الشرق الأوسط وأنا أعي ما أقول 450 والله مستحيل شوف أي قناة في بالك تتفكر أنها كبيرة مستحيل تصرف لذلك سبحان الله الآن مشكلتنا في الواقع رمتني بدائها وانسلت قناة الواقع اللي تضخ بكرم كبير جدا الآن تسلط على أسهام منها ما تعطي رواتب ولا تعطي شيء فيعني سبحان الله دائما
شوف الحديث عن شيء هو طريقة لإخفاء شيء من آخر. يعني أنا إذا قلت لك القناة التالية ما تعطي رواتب تراني نفسي رمتني بداية وانسلت، هي نفسها نفس الفكرة. ولا إذا أنا ما عندي خلاف أنا ما يعطون ولا ما يعطون، فبليس ما يهمني بالضبط. لكن قناة الواقع سخية على مقدميها. أنا أعتقد أن المطب اللي ضربت به اللي هو الإيقاف الشرعي يعني فوق قيمتها أنها تكمل البرنامج هذا. حتى الرعاة، الرعاة يعني لأنه مجلسها ثلاث شهور خلاص عقده ما انتهى. الطاقم اللي كان معنا العجيرب والرهيدي أصلا عقده ما انتهى واستلموا كامل مستحقاتهم، وش تبي يسوي؟ فهو يعني يحاول أنه يعيد توازنه. أنا متأكد البرنامج الجاي ترجع أقوى، لكن مثل ما قال بداح هي سبحان الله برنامج ميزانيته نازلة وبرنامج ميزانيته ما أدري كيف. هنا هنا ما هنا القضية، هي الميزانية مرتبطة بالمحتوى. تخطى هذا عندك يوم مصور هذا النقطة؟ لا أنا لا عندك، لا بخليها عندك. أنا خلاص إيه اسمع لا بيجي والله ما عاد. لا والله ليجي أنا طالب فكني من ذا المحور جعلنا جابك الجنة المعارضة فكني من ذا المحور شائك شائك جدا. طيب هو الإشكالية عشان ما ندخل والله عاد في أكثر من كذا حنا خلاص بنختم عشان ما ندخل في إشكاليات في المستقبل، لأن حنا يهمنا وضع القناة بالضبط. حل المشكلة هذه بحل جذري، انك ابحث عن استثمار يدخل للقناه يكون فقط للاداره وللطاقم الاعداد وللمقدمين عشان تنهي الاشكاليه. عماره على الملك فهد، عماره مغاسل بقاله اللي هو. طيب احنا نتكلم